نهار جديد، بلوك جديد، ان شاء الله يكون شي يكون مزيان، كل شي يكون طاليز. اليوم ان شاء الله جبرتني دابا ماشي ان شاء الله مدينه، نصورو في القصبة ان شاء الله يا ربي. جبرتني دابا في بلاصه طورو، بالنسبه لكم بلاصه طورو نبقات فيها واحد الحاجه بغيت نهضر عليها، بغيت المقدمه بغيت نهضر عليها. خير من الاحسن يفتحوا لنا نصورو شي في بلاصه طورو، اولا يفتحوا فاجو للسياح. هادي تيبدا مزيان، هاد النوع هذا بيدو يكون مزيان. هادي دابا كامله شوف كامله مضيعه، دابا ما كاين لا سياح لا والو، خصنا نبدا حنا نستافدو، الشعب يدو خصو يستافد. شوا دابا هادي كامله ضاعت، دابا كامله خصنا بحال واحد كيجي عادي من الداخل، انا بالعائله ديالي من الداخل كيجي كيقول لي بقى تعاد فاندو خرج دو بلاصه طورو. قلت دايز دايز دايز، انا بدي ما نهضرش على هادشي هذا، وعطيت الفكره ديالي ولا جاتو الفكره حتى هو. بس بقاو معنا ان شاء الله، تمشيو للمدينه مدينه قديمه ان شاء الله، صوروها الطاشه وشوفوا الى عجبتكم تكون تزوبه. يلا بيس ليكم. يا اخوتي دابا ان شاء الله وصلنا الساحه الاماميه هذه، هاي الساحه الاماميه. شكرا على الساحة الحمو، وبغيت نعمل واحد الديديكاس لواحد خينا نسيت ان شاء الله تفكرتي، عزيز ابريل ديديكاس للسولات اللي كنشكرو بزاف اللي كيعاون بزاف ماشي في المونتاج، حتى لي فكرة حتى هو كتري بزاف د الحاجات حيتاش بيبان ليا ديما فوق الراس اخي الزولاتي. بلا ما نشكركش بزاف، واخا نشكرك ما تنصحش الواحد، المهم اخي الزولاتي في ناس ما عارف راسي تقرب كترزاد لك شي بلوك كتدي واحد النصيحة. ثانك يو اخي الزولاتي، بلا ما نقول لكم دابا حنايا ان شاء الله دابا جبرتونا غادي نمشيو للقصبة ونصور لكم شي حاجة تما، المهم حتى نوصلو تما ونشوفو شنو اللي عجبات، جبرت حاجة جبرت الناس بزاف نصور لكم، جبرت شي حاجة تما مزيانة ان شاء الله نصور لكم وكل شي يبقى معايا ان شاء الله ونعرفكم على راسي ان شاء الله. في هذا البلوك هذا نقول لكم شكون انا شنو اسمي شنو كان في الحياة ديالي باش ناخذ لكم نعرفكم على راسي، واحد ما جاوني ولكن انا نعرفكم على راسي ضروري نقول لكم شكون انا شنو كان في الحياة ديالي، ضروري نسيب لكم شي فيديو في اللي شكون انا حيت كنعمل لكم فلوق ما كنقول لكم شي شكون دابا حيت طلعت بوليفر، طلعت بوليفر باش دابا كنقول لكم فلوق ما تعرفونيش شكون انا شنو اسمي شنو المسائل. انا معك محمد الرامي مدينة مساكن في مدينة طنجة ان شاء الله بادي دابا فلوقات الله كمل يوتيوب يوتيوب لا كنقولوش غير يوتيوب ان شاء الله كنقولها بسم الله جورج ميسي ما ضغط عليه دابا دابا حنا شي غلط بس صور معاكي ان شاء الله ونصور معاكي في الصوت برا نوريكم بغيت نصوركم شي حاجه في الصوت برا نوريكم شي حاجه في الصوت برا تاهي يلا اخوتي بقاو معنا احسن نصور الصوت برا ان شاء الله ونصوركم سيدي شي حاجه. المهم اخوتي حنا ان شاء الله وصلنا بوليفار شحال كان الدار اصاحبي مشى لي ديك الفيديو مشى لي على والو خاصها هذاك الفيديو وي دابا راح نوصل للاسيبه احنا ان شاء الله وصل للاسيبه ما بقاش يبين لكم واش يا احنا كنا باقي نوصل للاسيبه. المهم انا المهم كنعمل واحد الجهد كنمشي واحد شي حاجه نقطه بنقطه، انا ماشي بشويه بشويه واخا كنعرف شي ممكن بحال اللي كتقولوا او لا بزاف بحال، المهم انا ماشي بشويه بشويه من كنتعلم واحد الحاجه لاخت تفادي كنحاول نصح ما امكن نصح هذاك الغلط اللي عملت وكان كيس ليكم اخوتي وشكرا بزاف اللي كتساندوني ساكن شي الناس كيساندوني عندك انا ديما كنقول بس السك اللي كيساندوني اللي كيساندوش بيس ليكم اخوتي كاين شي الناس اللي كيوقفوا معايا شنو بدو كنشكرهم هذا المنبر هذا كاين شي الناس اللي يستغلوك بحال بزاف حاجات واخا ما كاينلاش فرا لا والو كنستغل كيف كاميرا اجي صور لي احسن وار في راسك وغادي نوصل واخا حاضيني غادي نوصل ان شاء الله بالجهد ديالي شحال سمحوا لي اخوتي شحال مره ما صورتي حتى كيف شي النوع كيطيح قسما ما عندك والو لا في يوتيوب لا في فيسبوك لا والو لا مسائل لا والو هو كيبغي يطيح ما عرفش علاش كيبغي يطيحك ما انا بديك نبقى نشوف
حتى ما عندك والو ان شاء الله عبادي ان شاء الله قلتي بسم الله هذا السيف شي حيت كنقول ان شاء الله ديشي تيشي واحد الخطوه القدام باقي ما سيمشي لا خطوه لا نص خطوه مثلا ما عنديش بزاف ابوني واخا هذاك بنادم عامل لك كيداير ماشي مشكل مشكله يكونوا قرابين منك بزاف نقول لكم بيس ليكم الرامي ديما معكم ودائما ان شاء الله جديد وما عمره ما يتحشي واقع ما شاء الله بادي دائما يبقى واقف ان شاء الله ودائما يبقى على رجله بيس بقاو معنا ان شاء الله سنشوفكم مره وصور سيبا قصكم شي كيدي شي بنا على فيسبوك يقول لي هات بيشي وجهك بزاف فطلعتي دنا راسنا اصابي طلعتكم براسكم نوريكم ويجو نشو شي ديفو عندي فلوك نصحوني يا اخوتي ليه ما تسبوش سبل ما عدنيش نصحوني سلو تليشو ان شاء الله بادي ان شاء الله ما عارش بزاف حاجات تديك ان شاء الله كتعلم ان شاء الله بزاف علموني سينا بيتاس بيتاس العرب شو بيتاس فهمت يجا خيب واحد يجو كده بدي ان شاء الله كنتعلم اخوتي بدي ان شاء الله بادي ان شاء الله قلت بسم الله في اليوتيوب شويه بشويه بلا ما كنتعلم خلاص نقطه ونقطه كعمار الاول حاجه كدا كنمشي دابا شويه بشويه ان شاء الله دابا حنا كنفرق حميتا ان شاء الله خير دابا كيحبوا عليه الدوش باقي ما تبشي لا حتى تبشاو تكون شي حاجه على ثاني مزيانه وان شاء الله تكون شي حاجه في المستوى حتى هي ما يستحلاش يزيدوا الناس يزيدوا الخدام وان شاء الله تبدي في الثقه السلامي تدي تصور تدي مزيان تدي تشجعوني تدي نصور بحال شي باش واحد نتاو بوليفار طالعين طلعة بوليفار حنا نفس تعلمونا حنا بيدنا نصور تعاونونا زعما باش نصورو صاحبي باش تطيحونا تقولوا شي هضرة ماشي ديت روح لي خاص روح لي نصوص المستوى كاين شي الان واحد عندي في فيسبوك هاكا بغيت شي بروفي كوم اخوتي حتى شي بيدنا سلا بغيت نعملو شي حاجة ايوا اخوتي واحد كاينه شاف لي هاد الكاميرا قال لي بدتني من بان في اليوتيوب وصورني حتى هذا شو ماشي مشكل يصورك ها هو ها انتوما الداري معنا كيبيع الورد هو كوبري شوف ديك ترزات الله ها هو قال لك تني من بان معك قلت له بان هاد بان مال شي ورا اخوتي تشوفونا ديما معنا الورد اخوتي ها تشكي ولا الجار شنو اللي ضروري ايبا اخوتي كل شي كلمه مزيونه الله يسهل عليكم اخوتي هلتي بها الوقت اللي يسهل عليه ان شاء الله اخوتي ها انتم اخوتي شوفوا البلوغ قولي 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 ها انتم هذاك تعينوا اخوتي ها اللي ترزق انا او كيترزق على راسو شوف دوك يترزق على راسو شوف كاين باقي ساكت ترزق كثر ما هو وقف كثر ما هو شوف على راسو كيترزق كيترزق على راسو ساو بيدو ساو بيدو كور تاخد الخبز في الوردة اوكي وضحوك مشيت لقينا خصني نصور خصني كذا للعالم اسم بسيمة في يوسف لا هو شوف هيدا بيسي لك السلام اخاي بيسيكم اخوتي لا يلا اخوتي بقاو معنا سنوصلوا ايه اخوتي يلا سهلا بدي قال لك يوبا يمشي معنا يفلوغ يا كمل اه ما تبيعش شي الوار اني اخوتي ها انتوما تبيعش انا شفت ما كملتش الشكراي ديالك اصاحبي شوف شحال من عام دابا زيد شنو دورك عاودي شوف تعاودي كل شيء شوف عمري شحال في عمرك عمري 16 عام اخاوا 16 عام ما كملتش الشكراي ديالك شو مالك المهم علاش حالك دابا شتي من الدروس واش قادر تتبع الورد دابا خصك تعاود انا اخوتي ما كنتش في المدرسه ما معليش مع القرايه والله خاطر كلشي في المدرسه معليش مع القرايه ماشي ظروف في الدار زعما ولا عائليه كلشي كاين مزيان في الدار ياك الحمد لله والشكر لله الظروف في الشعب المغربي شنو في المغرب دابا تقدر تريسكي زعما شي حاجه مزيانه تكون في المغرب فكره على المغرب زعما ماشي فكره على المغرب لا فكره اخوتي الماكله مزيونه في المغرب وخصوصا بيصل ماشي ماكله ماشي المغرب شنو فيه فلوس زعما فلوس اخوتي فيه فيه العمل اللي بغا يخدم اخوتي راه تيخدم في عسره فيه اللي ترزق الله وخدم عقل والله شي يجيب راسو ماشي يقول لك المغرب فيه والو المغرب مزيون اخوتي لا غيبي على غيبي دابا مزيو المغربي اه اش عنده بزاف شويه بزاف ارض بلادي اللي شي ولادي ولا اه مزيان شوف المهم ارض بلادنا هي عندك الحق المغرب مزيون اخوتي اللي
يخدم على الكتاب اللي ما يخدم راه يخدم وما شي يخدمش يقول لك الحنايا قال لي هضرات الواقع الشيخ كاين ناس 16 عام كيفاش كيهضر الشيخ انا ويت سكت لي قال لي امشي معاك قلت له زيد داك يهضر سكتني اخوتي اه هو والله الا خوتي المغرب حال زوين والحمد لله خير موجود من ناحيه كل شيء الحمد لله حتى الشعب بيدو توب ايه بلون الشعب بيدو كاين ولا ما كاينش هما اللي ماشي معاه دابا السمع ديال المجازين تاوي دو باش يدور الباساي ومعنا شو والله الا ماشي وكذا ما كنحسوش بالكاميرا كاين شي تلاقى شحال من هدف كاوي دو كي كيمرق من الكاميرا كيمرق بزاف الحاجات ها هو مادي تاوي دو ماشي معنا ما كيمرقش ان شاء الله تلاقينا خلاص نصور معاكم كذا طاطا تاوي دو ماشي معنا نورمال كاين شي بنادم كيقول لك عاوتاني لا ما تصورنيش ما نعرف لا كيما دي لا الحمد لله اخوتي مادي كوفيد نقدو لعندي خصك بالورد ديكم الورد تاوي لا تما العايله ودي مرحبا اخي انت ابوك يا ابوك يطول الورد تروكي انت سيدي فولي يا ساعه وكلتي لي الورد اسا اني شي ولا شمت ما خويا شمت والله خصني شي وحده من هاد انت عليك اه شي ما داتني الورد واش تشوفو مدي اه في الورد انت شي الورد اه اخويا اه ما داتني الورد الشيء اه وحده هذيك وحده ديال زيدي اه ما داتني الورد اخويا هذا هذا من عطية سيد من نقي هذا أنت الولد ديالي إن شاء الله آه برافو إن شاء الله كسان قودة أنت الولد ديالي إن شاء الله الولد ديالي إن شاء الله هي اللي كاين المهم أخوتي يا بنادي معانا المهم الثاني ما تعملوش تعملوا مع البطاطس عطيني النمرة ديالو تبدو يبقى يمشي معايا في الخروقات إن شاء الله شوف في ما كنت الله الحميم ماكم عملوا معنا اللايف عملوا البطاطس أبوني وعملوا معنا البطاطس ودوروا على الجرس ديما وصلك زادي ان شاء الله اقتبوني ان شاء الله من القدام ان شاء الله ما يا ان شاء الله يكفي ما شي وان شاء الله لا دود يا خي بنادي بقاو معنا سن دايما سن سن دايب ها سلايب سر مكازي اه هيدا كاغوت لو جي سر مكازي من قديمة ماشيين دابا اه ماشيين قديمة يا لا غوت الله غادي نوصل السلام عليكم اخوتي دابا شراو سنة بالسور سوق برا وريهم سوق برا كيفاش عامل اه شوف سوق برا اري لينا انا خي هاري لنينا كيف المهم دابا شفنا سوق برا هنا يمثل واحد فيلم سيف علي خان وكارينا كابور فيلم هنداوي مثلوا في سينما سيما الريف وريو سينما الريف اخاي بنادي تو نشوفوا على سينما الريف هاري لنينا مثلوا تما سينما الريف مثلوا في كافي وكان هنايا فيلم بزاف زيون قريب هذا باللي عرف باللي مثل هذاك الفيلم هنداوي خوسي وصلنا باب القصبة ملي كنت ماشي مع مادي ما كيخلينيش نمشي في خاطري دايما ادي كدا صور هنايا توان خواتي هانية مادي ديالنا باش راجعو سنة دابا نمشي باب القصبة ها هي باب القصبة وان شاء الله صوركم داخل نشوفو شنو اللي كاين وبقاو معنا خوسي دايما كنقول لكم بقاو معنا خوسي اولا الدراري اللي كان المهم بقاو معنا الدراري حتاش يلا السلام عليكم اخوتي تلاقيت واحد الانسان كنت عارفه الايام المدرسه هي السكيده اخرى كنت شفت الكاميرا وقيل المهم هي تشرحنا شنو اللي عملنا هذا التصور هذا السلام عليكم تصور دابا التصور ديال اش التصور الثقافه ديال الثقافه الامازيغيه الصوره ديال الامازيغ اقدم الناس كيفاش كانوا شحال هادي يعني بالالوان ديالها بالصباغه ديالها باللباس ديالهم حتى النقره ديال هذيك التحفه ديال القدام حاولت انني نجمع بيناتهم كاملين باش نلصق كلشي كامل في واحد الطابق اللي كيدل على ان كل تصويره كدل وحده كدل على ان الصباغه وبعد سلاسل اسواق بعد سلاسل ذهبيه وكذلك
واسوء قديمه. المهم بعد كثير من الصور القديمه ديال الامازون. المهم نعطيها الصحه. شوف عجبني بعد انا نيت لك السلسله تسمعني هنايا رايحه الصني في الطريق اي صدفه قسم بالله. انا عاد مره نعرض انا نوريكم شني كاين. شوف شوف اخوسي الى عجبتكم سوسو انا بعد هادشي عجبني اخوسي انا نشو لو لا نزلو فلقات لي صافي بان معاك وكلشي. ها هي الله يعطيك الصحه سكينه. الله يبارك فيك الله يعاونك في هادشي هذا. امين. ما تقولوشي سكينه ما عملو والو. سكينه بنت حوم يا بنت حوم ودي الحوم خلينا ضحكنا شحال ما شفتو. تخافش خافش ليها ربع سنين شفتها سنين ما تشنا ما شفناش سبحان الله. هي شفت خاطر رامي كذا سلام بخير صوابك تشوف هنايا كان متحف. المهم اخوتي عطيها الصحة وصافي. هذا تهلا وصفوا معنا وحنا في قصبة جبرتونا وصلنا القصبة بقوا معنا. هذا تهلا غيهضر معكم باش يمشي بحالو. يا كمل ها دابا باش يخدم اخويا ضروري او شي سير ما دوكش يخلصو. المهم مادي مادي انا بغيت نصرح الله بغيت نصور اختو خلي نصور للناس باقي نصور صور وقال لي عايم ماك صورني تمشي بحالي نخدم على راسي صورني سي بدي فين بان هاتي دابا الى دار شنو خصك تقول لهم. ها انت اخوتي انا تمشي خدم خشان عندي وليد خصني نخدم عليه وما ندير بيني باقي زيد. لا دارنيش دار بالعقول دار مع دوس فوتوز اخر اللقاء ديالنا خصك تعرف نيشان وكذا ومسائل. السلام عليكم. صافي الدراري السلام عليكم. دابا حنا نشوف مش عجبتني هاد البلاصه هذا يا سكاس كان كاين شي بلي ساجات ماشي شوف شحال سكات غير بحال ازايله فلوطه حنا خوتي بغيت دابا كم خوم على بسيما تقول تشوف شنو كاين دابا بحال البلاصه كما خوتي ما شاء الله شارف لنا هذا كاش باش نديرو القهوه الشريفه. احنا شفنا القهوه الشريفه دابا الله وصلنا كنا عندنا في واحد كليب مزيون خالد دابا معنا دابا معنا خلود سيبدا سيبدا مختصر في العراسات سيبدا ماشي مزيان تابعوها سيف انستا ديالها سيبدا ماشي مزيان سيبدا اسم الله شي في يوتيوب تبدأ لاشين في اليوتيوب ان شاء الله باقي ماشي شي لقاء سيبي الدو والرياح معها ونتعرفوا عليها كاملين بينا حتى محمد بدو يكون معنا كل شيء النشطة شو ضروري الشعبي ومسائل مالك لا 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 مهم اخوتي صناعجة شخصيا صناعجة المهم اخوتي بقاو معنا قصبة داخل شوفوا شنو كاين وكنتلاقاو الناس دائما مزيانين دائما كيضحكوا دائما كيضحكوا معنا وشكرا الناس اللي كنتلاقاوهم كيضحكوا معنا. المهم اخوتي هذا هو اخر فلوق عيت كنصور اليوم تاعي تما شوف في 12 وانا كنصور تتكتكس وراك عيت لازم تشد داري حيت كنت شنو كاين انا ما تاريش بزاف مدينه قديمه حيت ما عارفش بزاف تجبرت من شتا في دار البارود ان شاء الله يكون فلوق يكون شي حاجه تكون توب شي حاجه مزيانه. هذا هو فلوق لك هذا فلوق تسنى فلوق ان شاء الله جديد تلاقينا اليوم بالناس اصلا سبحان الله كما كنعمل شي فلوق جديد كتلاقى الناس جدادين. هذه مش مزيونه فلوق هذه مزيانه باش تسمي فلوقي هذه مزيانه باش تعدل شي حاجه شي حاجه مزيانه باش كتلاقى بالناس مزيانين. هذا الشيء اللي نقول لكم في جوا سويدا وحمان زيوه كيف بغيت نصور باش الناس كيشوفوا كلشي كيشوف ما الناس كلشي كيشوف كلشي كيشوف هاز الكاميرا كتهضر كلشي كيشوف. المهم هاسما نشوفو شوفو المنظر هادي مرسى دار بارود مرسى شفنا دابا حنايا في القصبة يلا خاطر فوق ساليتي كاملة. السلام عليكم دابا هذا هو الاخر ديال فلوق قلت لكم باش تكونوا فاز ويعجبكم فلوق تابوناو لايك باش انا بدي كدعموني كتزيد لقدام تاهي هذا. المهم الا 100 عام
هذا اختي بقى كيجوني هذا انا كنشوف بركاميرا سعيد عمل بلوك فيها لبسني اي كنشوف بركاميرا كنبقى نهضر هذا كيقول لي عندك اسامي خرجنا مع 12 هو كيهضر كتساليش كتقعداش سبحان الله هذه المميزه اللي كاينه في محمد سعد هو انه ما كيدهش من الكاميرا بزاف ديما الانرجي ديما الانرجي الانرجي عنده طالعه بزاف الله دايما الانرجي اللي كيشرب ما بغاش يخمم كيف شي عند فقي شي عند فقي مش عملك شي حاجه ولا شي المهم اخوتي كيعجبني بحال كيعجبني بزاف الحاجات هو تما مش قال لي صافي كنفلوكي معاك باش انا ما كنت كنمرق من الكاميرا بزاف كنقول دابا سليم ما تقدرش تنسى حيت كنت كنت كنمرق الكاميرا بزاف دابا لا دابا عادي خاصني اي كاميرا نصور لك في اي وقت نصور ثاني فكره فين نمشي ثاني فكره فين نمشي نصور واش نلعبوا انا معاك كنصور حتى الغد لو كنشوف بالكاميرا نقدر باش نصور حتى 10 دقائق هذيك انا هذا ما كنتقعد هادشي وانا انا هادشي دابا فيا سبحان الله سبحان الله ياك سبحان الله المهم اخوتي احنا دابا الاخر في البوك نبقى اللي كنت باغي نصور لكم ولكن طحت الظلام فهمتي طحت الظلام ما بغيتش نرجع بغيتي الله اكبر بغيتي الله الله اكبر كبيره ما بغيتش نصوركم بغيت نصوركم زعما من داخل اللي نشوفوا القناوات نشوفوا المسائل ولكن طلعت طحت الظلام وانا بدي عيط ما نكذبش عليكم نهار كامل كنصور سمعتي خينا قالك بطلش ولا كذا دار ما سكرتي وكتلقى بزاف د بنادم بغاو يبانو معانا وانا ما كنبغيش نبينو حيت كنبغي نبان بوحدي كتلقى الناس اللي كيكونوا كيعشوشي بالكاميرا ولا كيهضروا بزاف ولا نستافد منهم حتى انا اليوم كنت مهم بينو حتى هو باش كنتلاقاو مره اخرى ماشي نبقى نبين اي واحد انا ما عنديش والله سيري ماشي زعما مشهور انا ان شاء الله بادي الحمد لله ان شاء الله عندي ما عرفتش شحال عندي في افون ان شاء الله ان شاء الله بادي ان شاء الله هذا فلوك السادس ولا السابع ان شاء الله قلت بسم الله حتى انا ولكن غالب الله اخوتي تابونا ودعمونا باش نوصلوا ان شاء الله 100,000 ابوني مسانا بدي كنزيد القدام بيس ليكم.